FM واصل معكم في ريكاب ميدي سبيسيال استفتاء. ريكاب ميدي سبيسيال استفتاء 25 جويلية 2022 على إذاعة الحياة FM. دونك كما كنت تسمع حوار بين السيد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس وسيد أيمن بوهليل عن حركة عزيمون. ضيوفنا اليوم باش نحكيو على مشروع الدستور. طبعا فما شوية تشنج تم تجاوزه وتجاوز كل الخلافات اللي صارت بين ضيفي, وباش نرجعوا للحوار نحكيو سؤال باش نرجع معك سي سرحان على الحقوق والحريات. رجاء نجاوبني على هذا الموضوع, كيفاش تراو الحقوق والحريات؟ فقط نحب نلفت انتباه السادة المستمعين لأنه التوقيت أصبح 3 دقائق فقط لكلا الضيفين. تفضل سي سرحان. الحقوق والحريات في دستور 2014 ضمنت وهو مكسب من المكاسب في 10 سنين اللي فاتوا. اليوم الحقوق والحريات مضمونة وأيضا ومكفولة بدستور 2022. احنا كي نشوفوا باب للحقوق والحريات يمارس في ظل الديمقراطية, وتم تعديله وإضافة كلمة ظل الديمقراطية باش يبعد كل لبس على هذه الحقوق. كل مرأة موجودة. شنو أهم الحقوق اللي يحبها التونسي؟ حب حق التنقل, حب حق الصحة, حق التعليم, وهذا مضمن سواء في باب الحقوق والحريات ولا مضمن في باب آخر لتأسيس مجلس أعلى التربية اللي مش يعنى بتربية واللي هي من أهم الحقوق للشعب التونسي واللي كانت مكسب من مكاسب الشعب التونسي. وشفنا في باب الحقوق والحريات حق العمل النقابي, حق الإعلام, حق الأجيال القادمة في الموروث الثقافي, حق الأجيال القادمة والشعب وأفراد الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب, في أمنهم الغذائي. هذا الكل موجود. احنا راهو اليوم المكسب اللي خذيناه من الحقوق والحريات عمرك وتهدو عمرك ولا تنجم تهدو ايا كان الشخص. مش قيس عايد كي يجي فرعون مش يتبدل. كيف يقول لك الحريات لا تمس, كيف يقول لك في بعض الفصول انه هذه الحقوق مضمونه ولكن حسب ما يقتضيه القانون؟ احنا شفنا نعطيك مثال صغير. شفنا في نقل الفوسفات من قفصة عن طريق القطار ناس تجي ترقد لك على السكر بمقتضى حقوق الانسان والحقوق والنضال, ويرقد على السكه اوكي ويوقف لك ترانسبورت نتاع الفوسفات, وشوف الخسائر اللي بعدها. اذا باسم الحقوق شفنا واحد يمشي يسكر لك الفانه نتاع البترول بمقتضى الحقوق, حقوقك توفى وقت اللي تبدا حقوق غيرك. حتى واحد لا ينجم يعيش بدون كرامه وبدون حريه وبدون حقوق. لكن كيما اليوم الطالب انت بحقوق من الدوله التونسيه يزمك تتحمل واجبك يا مواطن تونسي بكامله باش نجم تاخذ حقوق. واجبك شنو؟ واجبك انك تقوم اول شيء بالاقتراع, تمشي الواجب نتاعك انك تمشي يوم الاستفتاء 25 جويليا وتشارك بار اوبليغاسيون دو لا سيتويانتي باش تشارك بنعم ام بلا. انت حر, حتى واحد له وصي على الشعب التونسي باش يقول له صوت بنعم او صوت بلا. نفسر لك ونقول لك راهو نعم هي اللي مش تعدينا المرحله القادمه. يقوم الاخر يقول لك لا, هذيك هو الديمقراطيه, هذه هي الديمقراطيه. انا نقول نعم وانت تقول لا. لكن انت باش تعمل هذايا تمارس واجب, تقوم بواجباتك. كي تجيك انتخابات تشريعيه وتمشي باش تنتخب نواب في البرلمان ولا نواب في مجلس الجهات اذا تمت المصادقه على الدستور الجديد, او قلت اذا تمت المصادقه على الدستور الجديد, يلزمك تمشي تنتخب مش على خاطر مش يعطيك 20 ولا 50 ولا مش يخدم لك ولدك ولا مش يجيب لك رخصه ولا مش يعاونك في حاجه. تمشي باش تعمل الواجب هذايا. واضح سي سرحان, انتهى التوقيت. انتهى التوقيت, قلنا 3 دقائق. نرجع معك سي ايمن على باب الحقوق والحريات, كيفاش تراوها في مشروع هذا الدستور؟ هو الحقيقه راهو كما سبقنا وتحدثنا ما يمكنناش ننظروا للدستور الا في المجمل. معناها اليوم نحن تحدثنا ربما على التوازن ما بين الصورات, لانه ريالمون احنا كي نقولوا راهو ما نحبوش نظام يكون رأس السلطة نتاعو عنده كل السلطات, راهو نحكوا على الحقوق والحريات. راهو من حقنا اليوم اذا كان نحن نتحدث على مسار وانتقال ديمقراطي نحكوا على ربما تعديل لدستور التوانسة اعتقدوا انه ما خدمش مصالح. التصور هذا يتبنى علاش؟ وقت نقولوا راهو يلزم اكثر ضمانات
في نظام ديمقراطي متوازن في سلطة وفصل ما بين السلطات بطريقة أنه كان نجم يكون فيها تعديل ونجم يكون صحيح الرئيس ربما إذا كان مش نتحدث على نظام رئاسي نجم يكون عنده مطلق التصرف في ربما في القضايا الجوهرية وما يكونش عنده ما يعطله أو ربما ما يعطل المهام متاعه ولكن أيضا نحكوا على منطق الرقابة مش معناها باش عطل الرئيس راهو نحكي ربما يأتي رئيس يشنحو على باب الحقوق هذا في باب الحديث على الحريات وعلى الحفاظ على الحريات لأنه كل جنود نحو الدكتاتورية فيه مس للحريات وإذا كان نحكي على الدستور ربما مريناش تضمين للحقوق الإنسان في الإعلان العالمي متاعها في حابين يكون الحضور متاعها حقوق الإنسان ربما في السردية متاع الدستور تأخذ أكثر تأخذ حقها أكثر خاصة ربما في بيئة معناها ينجم تكون خطر اليوم عندنا مشاكل بيئية كبيرة في تونس مالوريزمون ما ثماش نظرة حقيقية استشرافية للواقع هذا عندنا مشكل في الشح المائي ومهدنين بالعطش وما سمعناش الحقيقة جدال كبير على المواضيع هذه اللي تهم حقوق الناس في بيئة وفي حق المواطن التونسي في الماء والبيئة لكن 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 اليوم حق مواطن تونسي في البيئة هذا موضوع أنا نعتقد أنه موضوع مهم جدا وربما يروا مش هاو تم تضمينه في باب الحقوق نظرتنا للمسائل ما هيش نظرة طبوية ما هيش غوغائية احنا اقدامنا على المشاركة رغم معارضتنا للمسار يندرج ضمن الحقوق على الحريات المحافظة على الحقوق والحريات أخذت نقوله رغم هذا مكسب وموجز عملوه التوانسة وعملوه أجيال ناضضوا مش معناها أنا كما كنت ننتمي نظام سابق ربما ما كانش فيه انفتاح أنا مجبر اليوم باش ندافع على كذا أنا نظرتي للأمور أنا أعمل فلسفة مش كمحاورات الشباب عند أفلاطون كما محاورات الشيخوخة وكما محاورات النضج الإنسان راهو قد ما يكبر قد ما تتطور تجربته قد ما يعدل العقارب متاعه وبالتالي أنا نعتقد اليوم أنه دفاعي على النظام الديمقراطي أنا عشت في أوروبا ودرست في أوروبا وريتش معناها الناس اللي تنعم بالديمقراطية وريتش معناها البوليس في بلاسه والأستاذ الجامع في بلاسه ورئيس الحكومة في بلاسه والناس متساوون في الحقوق وفي الحريات أنا نعتقد شكرا انتهى التوقيت شكرا. وتقريبا قربنا على نهاية البرنامج آخر ثلاثة دقائق لكم أنتم الزوز سي سرحان نختم معك ثلاثة دقائق لك مجال حر باش تتوجه بأي رسائل يعني للناس اللي تسمع فينا شنو تحب تقول على الدستور والاستفتاء تفضل ثلاثة دقائق أولا الدستور هذا مازال مشروع وحتى وإن تمت المصادقة عليه في الاستفتاء بنعم وإحنا ندعو للناس باش تمشي تصوت بنعم باش نتعديه لمرحلة جديدة مرحلة البناء وقطع مع منظومة كاملة فاسدة بما فيها منها النت بعد حتى كي يحضر الدستور موجود فيه باب على البيئة على الماء صالح للشراب على الموروث الثقافي على كل شيء شامل لكن البراتيك بعد ممارسات والحكم هو اللي مش يطبقه على أرض الواقع الفايدة مش في يعطيني زيادة مشروع متاع دستور الأفضل في العالم وبعدين يصعب أنك تطبقه خاطر فما مستوى زيادة وفما مستوى وعي وفما مستوى في الأمية وفما مستوى في حتى في المواطنة والوطنية فما شكون يأمن بالغرب أكثر من تونس هذه حاجة ما زالت دقيقتين احنا ندعو الناس باش تصوت لهذا الدستور بنعم باش نتعديو لمرحلة البناء الجديد والدستور كي مش يتأسس ومش يبدأ معناها حيز التنفيذ راهو البلاد ما تتصلح إلا ما يكمل المسار كامل تاع المحكمة الدستورية والبرلمان ومجلس الجهات والناس هي اللي تولي تراقب السلطة احنا كي نحبوا نراقبوا رئيس الجمهورية ولا صلاحيات ولا حاجة نراقبوا رواحنا كي نوقف في الجيشة متاع القبضة ما نعطيش 10,000 و 20,000 باش يمشيني نبدأ نصلح من روحي وتو تبدأ الإصلاح من لوطة وانتي طالع لأعلى هرم السلطة وتونس ما يتخافش عليها في المجال هذايا على خاطر اليوم بعد ما شافوا شنو صار فيهم في العشر سنين اللي فاتوا والفقر والقمع اللي تعديوا باسم الديمقراطية الشعب التونسي مش يغلط في الناس في الشيء هذا احنا نؤسس لجمهورية جديدة احنا نكونوا في جيل سياسي جديد انا ما شفتش ديكتاتورية وقت اللي الناس تتكلم كيما تحب اليوم نتكلم احنا في سوء الاعلام بكل احترام وبكل موضوعية وبكل واحد عنده الحرية في رأيه فما ناس قاعدة تنشط في الباراليل وفي الموازي وفي النوار قاعدة تدمر في البلاد وهنا ما دامني في القروان نحب نوجه رسالة للسيد الوالي راهو عندك يا سيد الوالي سي محمد بورقيبة
راهو عندك في معتمدية العلاء فما امرأة مشيت باش تاخذ الماء من الجمعية المائية عندهم، قال لها احنا ما فماش، ما دامك ماشي باش تصوت من عام للاستفتاء كما نسمع فيك في الشارع، امشي لقيس سعيد تو يعطيك الماء. بربي شوفوا العباد روايه معناها التسجيل نتاعها على حد موجوده وقت اللي حبيت تقولي تو سمحوا له الميساج ونعطيه لمراه شكون وشكون المسؤول، وتم تاكيد على حياد الاداره في اخر البلاغات واخر التصريحات. انا نعطيك ونعطيك اسم ونعطيك الراجل ونعطيك المراه اللي عطشانه تو ما عندهاش ماء في ولايه القيروان في معتمديه العلاء على خاطر قال لها امشي لقيس سعيد تو يعطيك هو الماء. احنا الحياد نتاع الاداره تكون موجود، راهي عندها الحق في الماء قبله هو وقبل حتى واحد، خاطر هي بلت البلاد والسيد هذاك المسؤول اللي معين في الولايه وفي المعتمديه هذيك راه هو في خدمه الشعب التونسي. ولذلك احنا نكرس لدوله القانون والمسؤول راهو موظف مهما على شانه ولازم ما ينجمش يعلى فوق سلطه القانون وكي يقولوا ديكتاتور راهو مش معناتها ظالم ولا قامه، راهو احنا نحبوا علويه القانون وديكتاتوريه تطبيق القانون. واضح. نختم معك سي ايمن بوهليل عن حركه عزيمون. شكرا استاذه، في الحقيقه انا حبيت نشكر سي سرحان ربما على الحوار، وهذا تاصيل بالنسبه لي معناها ديمقراطي نحب نحافظ عليه، ودعوتنا للمشاركه ورغم كما حكيت وعرضتنا للمسار ربما في اون توتاليتي، ايمانا منا انه الديمقراطيه لازمها تعاش ولا يمكن ان تعاش الديمقراطيه ولا يمكنش نحافظوا على المكتسبات ربما اللي نتاع الشعب التونسي الا بالمشاركه وبابداء الراي وبنظرتنا لواقع يلزمنا نكونوا في واجهه ويلزمنا نتحدثوا اليوم ونعبروا على مخاوفنا على خاطر راو النقد وخاطر راو البناء الديمقراطي ما يتبناش فقط بنعم، الناس اللي بالصوت بنعم لها حرية مطلقة في ذلك. احنا دعوتنا حسب رؤيتنا للمسألة وحسب قراءتنا للدستور اللي هي ماهيش قراءة لا غوغائية ولا قراءة طبوية ولا قراءة مبنية على ايديولوجيا، احنا رأينا في القراءة متاعنا ربما رأي العديد من شرائح المجتمع التونسي، نحكي ربما على المنظمات، نحكي على رأي بعض الحقوقيين، نحكي على رأي أساتذة القانون الدستوري، نحكي على رأي سي صادق بالعيد اللي قال أنا ما عنديش علاقة بالموضوع هذا الموجود وتبرأ من الدستور من نسخة الدستور، وسي أمين محفوظ اللي كانوا معناها موجودين مع السيد الرئيس في اللجنة. احنا نعتبروا أنه نقاشنا اليوم هو نقاش على مشروع الدستور، مناش نتناقشوا على أشخاص بعينها لأنه الدستور راهو باش يكتب لجميع عموم التونسيين في فترة زمنية لاحقة وسيكتب للأجيال القادمة، وحديثنا عن مطبات ربما قد تؤدي إلى الدكتاتورية هو حديثنا ليس عن الأشخاص وربما أين يمكن أن يذهب بنا هذا الدستور في حديث عن ربما انخرام التوازن ما بين السلطات، ونعتقد أنه وقتنا باش نتحدثوا بالمنطلق هذايا لأنه نعتقد أنه يثمى منجز في العشر سنين هو منجز الديمقراطية رغم المشاكل اللي حصلت ورغم تعطل مصالح التوانسة، وهذا نوافق فيه الأستاذ سرحان في الإنتاج وفي مواقع الإنتاج وفي العديد من المسائل الحياتية اللي تهم المجتمع التونسي، إلا أنه يبقى مسألة الديمقراطية نعتقد أنه يلزمها تبقى متأصلة ويبدو نحافظوا على هالمنجز هذا لأنه راو الشعب التونسي يستحق أنه يعيش في رفاه بالمنجز الاقتصادي والاجتماعي ويستحق أن يعيش يعني في الديمقراطية. مازال عندك 37 ثانية. أنا نحب نشكركم على إتاحة الفرصة هذه. العفو. وأدعو المواطنين باش يشاركوا لأنه حق المشاركة هو مربوط أساسا بالمواطنة، وأدعوهم إلى إذا كان اقتنعوا بالأدبيات اللي قدمناها مناش أوصية على التوانسة، وإذا مقتنعين برأينا يصوتوا بلا وشكرا. مازال عندك 16 دقيقة. شكرا. 16 ثانية. 16 ثانية عفوا. شكرا لك سي أيمن بوهليل عن حركة عزيمون، نشكرك برشا سي سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس على يعني قبول الدعوة وجيتوا بحذنا إلى استوديو الحياة أفهم. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، تحية لأمنة بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في ديجيتال، أنس الهمامي في السوندار، كنت معكم سهم حمدي من صنار حتى التو، نتقابل غدوة إن شاء الله في ريكاب جديدة في لمن.